باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من الرسالة الأولى لمعلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس الأصحاح التاسع. معلمنا بولس الرسول بيقول: هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل يعيشون. هنا بيتكلم عن احتياجاته المادية وإزاي إن المفروض أهل كورنثوس يوفوا هذه الاحتياجات، لأنه هو بيكرز ليهم بالإنجيل أو بالبشارة وبيبشرهم. وبعد كده بيكمل بيقول: أما أنا، ده المفروض يحصل الحقيقة إنهم يهتموا بيه، أما أنا فلم أستعمل شيء من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هذا هكذا. أنا مش عايز حاجة وما كتبتش كده عشان توفروا احتياجاتي المادية. ويكمل يقول: لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري. هنا في فخر في البشارة بتاعته، أو في رسالة عظيمة، هو مش عايز الرسالة العظيمة دي اللي بيعملها تضيع، إن هو بقى بيجري ورا ماديات وإن هو بيكرز عشان ماديات. لأ، هو مش بيكرز عشان كده. ويكمل في آية 16 يقول: لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوع علي، فويل لي إن كنت لأبشر. معنى إيه الكلام؟ بيقول حقيقة وأنا ببشر أنا مليش فخر إن أنا ببشر، لأن في ضرورة موضوع علي. المسيح له المجد كلفه بهذه الرسالة، فبيعتبر ان انا مش بفتخر ان انا بعمل حاجة زيادة. لا، دي حاجة عليا انا حاسس ان لازم اعملها، لان المسيح المجد نفسه كلمني وقال لي اعمل كده، بشر. فانا محصور بهذه التكليف وانا حاسس ان انا مش بعمل حاجة زيادة، ده هو كلفني فلازم اعمل كده، مش بعمل حاجة تفضل، أنا مديون له. ويكمل يقول بعد ما بيقول: إذا ضرورة موضوع علي فويل لي إن كنت لا أبشر، هخلف وأقول له لأ، ويل لي إن كنت أخلف وأقول له لأ. هنا حاسس بسيادة المسيح وكرامته وهيبته وإن هو عبد له. بعد كده يكمل: فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر. يعني إيه؟ يعني لو أنا بمزاجي رحت أعمل حاجة بمزاجي أنا وبعملها بحريتي، أعملها ما أعملهاش ده بمزاجي، فأقول للدنيا أجر بقى عشان أنا عملت لكم كذا. لكن هو مش بيعملها طوعا، بيعملها زي العبد اللي بيكلف من سيده بالخدمة. ويكمل يقول: ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة. كرها دي يعني أنا مجبر إن أنا أعملها، لأني في وكالة وفي قصادي حاسس بضرورة عظيمة جدا المسيح كلفني، مش بعملها كده هو عشان أقول طب بمزاجي تدوني هعملها، ما تدونيش مش هعملها. لأ، أنا بعملها من أجل المسيح اللي كلفني. بعد كده يكمل في آية 18: فما هو إجري إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. أجري هيكون إيه؟ وأنا كده إنجيل المسيح أو البشارة بلا نفقة، مجانا، زي ما المسيح قال: مجانا أخذتم مجانا أعطوا. فهو بيعلم مجانا وبيتعب مجانا وبيخدم مجانا. أجري هيكون إيه يا ترى؟ فهل لي أجر ولا ماليش؟ هنا بيكمل: فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الجميع. بيحكي بيقول: ده أنا ببذل بذل كبير قوي، ده أنا بقيت عبد للجميع. أنا كنت حر وكنت بحرية أعمل اللي أنا عايزه، دلوقتي بقيت عبد للجميع. لكن في الآخر خالص آية 23 يقول لنا الأجر بتاعه بقى: وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل، لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. الإنجيل أو البشارة بالإنجيل دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا، إنه يبشر بهذه الرسالة العظيمة في حد ذاتها، الكرازة وخلاص الناس، خلاص الناس، الناس اللي هتخلص ديت وهتتمتع بهذا الخلاص قدام ربنا. الخلاص ده حاجة عظيمة جدا. معلمنا بولس كأنه كل واحد بيخلص بيشاركه
نعمة وبركة من أجل إنه تعب، من أجل خلاص هذا الإنسان. كم نفوس خلصوا بسبب معلمنا بولس الرسول، فهو شريكا في هذا الإنجيل، يعني شريك في البركات اللي هيحصل عليها في السماء بسبب كراسته وبسبب خلاص الناس اللي كراس لهم فعلا الإنجيل والكراسة، يستحقوا مننا مش لأجل نفع مادي ولكن من أجل الخلاص بتاع الناس. هناخد بركات عظيمة في السماء لأننا بنبشر باسمه وبسببه، فيه وبسبب كرازتنا دي هيخلص ناس. ربنا يدينا يبقى عندنا هذه الغيرة بتاعت معلمنا بولس الرسول، إن احنا نبحث عن خلاص الناس مش عشان لا منفعة ولا أجر، ولكن من أجل هذا الخلاص العظيم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لآباد الآباد كلها، آمين.